تحياتي لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم عبر جوله جديده من داخل توتي. ناس الكتار بيزوروا توتي بيعرفوا توتي. عنا في توتي اليوم من داخل توتي واخر محطه، الناس اللي بيزوروا توتي للجناين يمكن ما شافوا اخر محطه. عنا في توتي موجودين الغريبه، يعني ما الناس طالعين الصباح بس. دي اخر محطه، ناس ماشيين وناس جايين. كمان في ناس بيجوا توتي بيشتغلوا فيها وعندهم فيها مصالح، اصحاب المحلات التجاريه الموجودين، الناس اللي حركه الناس واحساس النشاط والحركه الموجوده. تاريخ كبير جدا لو حابين نحن نتكلم عنه ما بيسعنا الزمن، لكن حنلاقي اهلنا ونتكلم معهم ونشوف من داخل توتي. واحده من الجولات اللي فعلا لما نقول جزيره توتي تاريخ كبير جدا. ما حركت العربات دي ما حنقدر يعني نسبب زور كده. نحن واقفين في الحته اللي بيستعدوا فيها العربات. حنقابل اهلنا. محل الترزي ده برضو شكله من المحلات القديمه، حركه الناس اللي موجوده داخل برضو توتي دي اخر محطه، عشان كده فيها زحمه شديده جدا. يعني السلام عليكم، كيف حالك يا اخي؟ نعم الحال والله، الحمد لله بخير والله. الحمد لله بخير والله. نحن طبعا واقفين في حته بيستعدوا فيها العربات، ما كنا عارفين الحاجه دي. نعم فعلا والله. اتعرف عليك منين؟ علي صالح احمد. كيف حالك؟ الحمد لله والله. من توتي؟ والله ما من توتي، لكن شغال في خط توتي. نعم. خط كويس ولا شو؟ والله كويس الحمد لله. النمره كم النفر؟ 5 جنيه. نعم. كثير؟ لا وسط، لانه الزبير غالي. الزبير غالي في الحقيقه. نعم. بتمشوا العربي جوا ولا؟ نمشي العربي جوا جاكسون. نعم. السكه حديده اهي. نعم. كويس. نعم. اتصلوا بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك. الله يديك العافيه. تسلم حبيبي. الله يكرمك. العافيه. هندخل لعمر ده نشوفه. كيف حالك يا اخي؟ ترى كويس؟ كيف صحة؟ الله يديك العافيه. الله يكرمك. كيف يا حبوب؟ احوالك يا اخي؟ كيف الاحوال؟ ان شاء الله تمام. السلام عليكم. كيف حالك يا اخي؟ ان شاء الله كويس يا اخي. كيف صحتك؟ الله يسلمك. تمام بخير الحمد لله. كيف امورك؟ الله يديك العافيه يا اخي. الحمد لله. كيف امورك؟ الله يسلمك. عرفنا عليك منو؟ موسى صبر. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يديك العافيه يا اخي. الله يسلمك. ما شاء الله جلالي بالعيد ولا؟ الله يقبل العيد، يسعدك. عليك. الناس قالوا بيجوا من بدري رمضان، ما شاء الله قالوا ربنا يبلغ رمضان. الناس بيجوا من بدري، لكن انا الناس بيجوا تخيط للحوجه بس، واحد عنده مناسبه عنده هنا كده. في توتي من زمان انت؟ اي لا مولود هنا. مولود في توت. نعم الله ما شاء الله. الله كنا بنفتش اداب كده لقينا لنا فرقه جينا من اخر محطه. الله يعافيك. الوضع كان كيف في الشارع ده؟ انت قلت من زمان يعني. اخر محطه ده كان شكلها كده ولا؟ تذكر زمان كان قبل الكوبري كان في المراكب يعني. والله قبل الكوبري هو زحمته كده، لكن اصلا كان السوق كان في الملجه. كانت زحمه بتاعت ناس في الملجه، وهنا ما في زحمه زي ده، لكن يعني شويه شويه الناس تحول للمحطه هنا، بقى السوق بتاع المدينه كلها هنا. طيب خلينا نخش معاك في المهنه ذاتها يعني. يعني التفصيل ده زاد ولا الجلابيه بتشتغل بك؟ والله هو اي حاجه بتزيد. ما قصدي هو ذاته ما زاد. الايجارات، الخيوط، مدخلات الانتاج، يعني صرف الانسان ذاته. دير جلابيه بكم؟ الخياطه ب 250. فيها مجامله؟ ما في كلام. لانه العمود ذات المره اللي بتخيط العمود برضه ذاتت العمود. في جلابيه بدون عمود؟ والله بدون عمود ده ما في، ما ينفع ذاته جلابيه بدون عمود. واحد يقول لك خلي لي العمود اديني كده سايب. والله ممكن هاي نشوف بتاع العمود نقسمه له. ربنا يبارك لك ان شاء الله. الله يديك العافيه. تسلم ان شاء الله. الله يكرمك. بنتجول في اخر محطه. هشام نمشي كده ولا نمشي كده؟ نمشي كده. حبيبنا كيف احوالك يا؟ ان شاء الله كويس يا. كيف صحة؟ عليكم السلام. مرحبا بك. الله يديك العافيه. قال لك ابو رجاء عشان الدكان يسهر. الزح حي الدكان يسهر. كيف حالك؟ ان شاء الله كويس يا. حيك تفضل. شيخك ما شاء الله محلك عامر يا اخي. الله يبارك فيك ان شاء الله. سوتي هنا ولا؟ والله انا ما من توتي لكن هو معاهم في الحله. ايوه.
هل كيف شافك الفول ده؟ والله ناس كتار بيجوا يشيلوا منك. فول تمام والله وماشي كويس الحمد لله. المحل كيف الاسعار ان شاء الله كويسه؟ والله اسعار كويسه ما بطاله والحمد لله. سامع زول ده قال لك الطيب؟ ايوه نعم الطيب. الطيب منه؟ طيب سليمان محمد. الله ربنا يبارك لك ان شاء الله طيب. الله يديك العافيه. الله يحييكم. لو في زول جالك الله يديه فول مجان. جدا. على حسابنا احنا. جدا. الله يديك العافيه. تفضلوا معانا. كثر خيرك. القديم فيكم منو في توت؟ والله هو اقدم. هو لا اقدم. اكثر شيبه ولا شيبه؟ والله انت شباب. ده شكل اخر محطه. الناس اللي بيكونوا موجودين وقاعدين. سلم علينا طوال يا اخي. والله بيعزمونا يا اخي، بيعزمونا في كم حته يا اخي. السلام عليكم. كيف الاحوال يا اخي؟ الحيه غنى الطيبه. كيف حالك؟ ان شاء الله كويس يا اخي. الله يديك العافيه. الله يعافيك. ترى يلا راجح عياش. بترجم لنا انت؟ ايوه راجح عياد. حي حي غنى الطيبه. الزول ده لكن ما بيعرف عربي ما مشكله يعني. لا بيعرف ما شاء الله ما عنده مشكله. قلت له بترجم لنا وهو بيقول لي الاسم يعني. كيف حالك؟ الله يسلمك. كيف حالك؟ الله الاسم من لسانك انت؟ راجح عياش ابراهيم غلاب يمني. يا سلام. شغال هنا في توتي؟ نعم. والحمد بدري ولا قربته؟ لا والله مقارب سنه لنا اليوم الحمد لله. انا تعرفت الناس يعني؟ اكيد يعني اهل واخوان واشقاء ومحبه والفه وتكاتف يعني ما احنا حاسين اننا غرب ولا خارج الوطن يعني ما نحس الا وسط اهلينا يعني. العجبك في توتي شنو؟ الالفه، التلاحم، ترابط، في تكافل اجتماعي، في تواصل، يعني كأنك عايش في القرية يعني. أيوة يعني مش في مخططات والحضارة يعني، لسه متمسكين بالعادات والتقاليد القديمة. في تواصل في الزواجات، في الأفراح وفي الأحزان، يعني ما تحس إنك يعني غريب أبدا يعني. اللهم لك الحمد. اللهم المحل إن شاء الله مبارك يا أخي. الله يبارك في عمرك. جزاك الله خير. الشغل كيف معك؟ إن شاء الله تمام الحمد لله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. نعم بالأمن والأمان والمحبة والمعزة والتقدير، يعني ما نحصل إلا من كل رجل أو امرأة يعني احترام وتقدير. ما يحسسون أننا غرب يعني، ما يحسسون أن كل واحد يعني واحد منهم. نوصل زواجاتهم وأحزانهم ونتواصل معاهم، فما يعتبرونا إلا واحد منهم يعني، ما يعتبرونا غرباء أبدا أبدا، خاصة إحنا اليمنيين. يا صراحة مزوج واحد ولا اثنين؟ لا واحدة بس. يا الله الخراج. أنت ناوي تفضحنا على العالم يعني؟ لا واحدة بس. الثاني كويس والله يعني، ان شاء الله ننوي باذن الله. نحاول. صدقني ما حترجع البيت والله. اسعدك الله. شرفتوني. مبارك. يعطيك العافيه. الله يكرمك. مبارك لك ان شاء الله. طيب مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نعطركم حق الزياره. طوالي. عطور اليمنيه ما شاء الله تبارك الله. هذا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الراجل ده يمد يده بس يا اخي. والله لا كده وشو؟ اول مره تعمل دي، اول مره يتفاعل مع زول كده يعني. هذه جادو عشقي. ايوه نعم. ايوه باريسي. حاجه جميله. شرفتونا في محل. الاسعار كيف كمان برضو يعني؟ ما دام جيناك نعرف الاسعار عشان نجيك المره الجايه بقروشنا يعني. باذن الله يعني. شكلك ناوي تعرس انت كمان. زوج الحمد لله. اللهم لك يعني. لا انا زيك انت قايلني. الله يديك العافيه. مبارك. ربنا يبارك لك ان شاء الله. الله يكرمك. الله يجزيك خير يا حبيبي. الله يكرمك. تسلم. دي كانت جولتنا اليوم من توتي، وشفنا حركة الناس، وحتى أخواننا اللي أشقاء في الدول العربية هم موجودين داخل توتي. كمان توتي من الحاجات اللي موجودة فيها
يعني المزارع والجناين الكثير جدا الناس بيزوروها وبيقعدوا فيها يعني قعدات. ناس لما تيجي تطلع رحل تطلع بيقول لك ماشيين مزارع توت. انا كمان حابي يعني يا هشام ننقل اخر صوره ونختم بها، نمشي اخر محطه ثاني ونشوف كمان برضو الناس اللي يعني فعلا هم بيستحقوا انه يعني نعرضهم كده، ونشوف كمان برضو اخر محطه شكلها عامل كده. عمرك كيف حالك؟ ان شاء الله كويس يا اخي. كيف صحه ان شاء الله؟ كيف الحال واحوالك؟ العافيه الحمد لله. نتعرف عليك منو؟ الشيخ مالك. كيف الشيخ مالك؟ ان شاء الله كويس. كيف صحتك؟ ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. من نسوتي هنا؟ نعم. نسوتي. نعم. اسي ماشي عليهم انت؟ ماشي علي اهلي هناك في الاغاليم او في الحل الشمالي. تركب لك ركشه؟ تركب لك ركشه رايك شنو؟ والله كويس ان شاء الله. مسافه قريبه ولا بعيده؟ لا بعيد، ما بطلع. تتمشى؟ هاي بمشي اصلا بكراعي. لا لا يا تعال نركبك ركشه. لا والله. لا والله شكرا لك. المسافه والله قد يكون مشوار بعيد شوي. ما هنا قريب ان شاء الله. بتمشوا زمان؟ بتمشوا كثير؟ جاي عشان نتمشى بكراعي. عندي شقيقه ايام بس. ربنا يكتب سلامته يا اخي. الله يسلمك. في البيت؟ في البيت. البيت. في البيت. ربنا يكتب سلامته ان شاء الله يا اخي. الله يسلمك. الله يبارك. ما شاء الله من زمان بتمشوا كثير كنتوا؟ ايوه طوعنا. انا اصلا كشافي. يا سلام. يا ايوه كنا بنطرحها كثير بكراعينا، وحتى بعد ذاك صناعي كنت برضه بطرحها بكراعي. عشان كده اسي لما بقينا تعبانين شويه الواحد بيجي يتنشط بسيط. والله يعني نركب رياضه صباحيه وبيمشي بكراعي. نركب ركشه. لا شكرا لك. الله يعطيك العافيه يا عمي. تصب تصب. دي اخر محطه توتي. و استعدلت والله استعدلت كويس مين؟ تمام تمام. تمام تمام. ماشي العربي؟ لا السادة. في مقعد فاضي ولا؟ في تفضل. في مقعد فاضي؟ تفضل. يا اخي ما قفلت يا اخي. اتصل بالسلامة يا اخي، يديك العافية. الله يكرمك. كانت جولتنا اليوم من داخل توتي حتى جولة قادمة.